والله الأزمات كثيرة جدا، نعم والمشكلة أن معظمنا يغفل موضوع أو خطورة الشيطان. الشيطان يريد أن يثقل الإنسان بالهموم والمخاوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكيف يخوفنا الشيطان من المستقبل؟ يعدنا الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، يقول لنا هناك أزمات لن تحل، هناك وباء سيضرب العالم. على فكرة يعني اليوم ما يثار في الإعلام العالمي الشيطان ليس ببعيد عنه، يعني عندما تجد على الفضائيات التخويف والتهويل وأن هناك مجاعات ستضرب العالم وأن هناك انهيارات اقتصادية وأن هناك أوبئة أخرى مثل كورونا وغيره وكذا وكذا، هذه كلها أساليب الشيطان على فكرة. المؤمن يجب أن يعلم أن كل هذا عبارة عن تخويف لا قيمة له، لأنني أنا كمؤمن معي الله. الله أكبر. سيدنا موسى كان أمامه البحر ومن ورائه فرعون وجنود. نعم. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، يعني قمة الخوف يجب أن يعاني منها من وقف هذا الموقف. سيدنا موسى لم يكترث ولم يهتم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عفوا، حتى بعض الجنود بعض نعم. أصحابه قالوا إننا لمدركون. نعم. خلاص لا محالة، لا مفر، البحر أمامنا وفرعون خلفنا. بالضبط. نعم. فهو عليه السلام لم ييأس من الله عز وجل ولم يخوفهم ولم يستجب لنداءات الخوف، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا الإله العظيم الذي خلقني هل يتركني لهذه الأوبئة وهو خالق الأوبئة سبحانه وتعالى؟ من الذي يخلق كل شيء؟ من الذي خلق هذا الفيروس مسمى كورونا؟ من الذي خلق الشياطين والإنس والجن؟ من الذي يتحكم بالعالم اليوم؟ بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، هو القيوم القائم على شؤون الكون وشؤون عباده. لذلك أنا أريد أن نعمم ثقافة المعية مع الله، إن معي ربي سيهدين. وهنا أنا فقط يعني سأخرج قليلا لأن هناك ملاحظة قيمة في هذه الآية الكريمة، أن سيدنا موسى يعلم بما أخبره الله وبما علمه الله أن بني إسرائيل سيعبدون العجل فيما بعد، لذلك من الخطأ أن يقول لهم إن معنا الله لاحظة أو إن الله معنا، لا، قال إن معي. هو يعلم أنهم لن يدخلوا في معية الله لأنهم سيعبدون العجل. معية مقصورة على سيدنا موسى فقط. نعم. بينما عندما تعرض لموقف مشابه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالغار من ورائه والأعداء من أمامه، وهو موقف عصيب جدا، هو مختبئ في الغار هو وصحبه، وهو في الغار صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، يعني معي ومعك. نعم. وهذا دليل على أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه دخل في معية الله ولم يرتد كما يدعي البعض، يدعون أن بعض الصحابة ارتدوا، هذا الكلام غير صحيح. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إن معنا. لا إن تحزن، الله معنا. إن لا تحزن، إن الله معنا. إذن هذا الموقف الذي تعرض له أنبياء الله جميعا كان لديهم ثقة كبيرة بالله عز وجل. ما هو مصدر هذه الثقة؟ هو الإيمان بالله، هو معرفة قدرة الله عز وجل. يجب عليك أخي الحبيب أن تدرك
أن كل ذرة من ذرات الكون لا تتحرك إلا بأمر الله. فهذا الإنسان الذي تخشى أن يظلمك، أو تخشى أن يقطع رزقك، أو هذا تخشى من شخص أن يسيء إليك، أو تخشى من الفقر، أو تخشى من مرض، تخشى من هذا الفيروس أن يصيبك، كل أنواع الخوف هذه بالنسبة للمؤمن ستنقلب إلى اطمئنان بشرط واحد فقط، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الكون. فهذا الفيروس لا يأتي من تلقاء نفسه، بل هو موجه. حتى الورقة التي تسقط بأمر الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا عندما أعلم أنه لن يضرني أحد إلا بإذن الله، ولن ينفعني أحد إلا بإذن الله، ولن يصيبني مرض إلا بإذن الله، ولن أكسب يعني أي رزق مهما كان قليلا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فعندما أعلم هذا الأمر أنا أطمئن ولا أخشى شيئا، لأنني أشعر أن الله سبحانه وتعالى معي وهو سيهديني. إن معي ربي سيهدين. هل من وسائل بتعين المسلم على الصبر أو التصبر، وخاصة الشباب؟ يعني الشباب اليوم محاط كما تعلم حضرتك بأنواع شتى من الفتن، صحيح، داخليا وخارجيا، غير السهام المصوبة عبر السوشيال ميديا، عبر وسائل إعلامنا للأسف الشديد. فماذا تنصح، بماذا تنصح هؤلاء؟ يعني وسائل الصبر اليوم على رأسها الثقة بالله. ونعم بالله، أن أثق بالله سبحانه وتعالى. طيب الثقة بالله كيف تتولد؟ من خلال العلم بالله. طيب العلم بالله من أين يأتي؟ من خلال طريق واحد، هو تدبر القرآن. يعني لا يوجد لدي طريقة أخرى أستطيع بها أن أكسب قوة في الإرادة والعزيمة، وأكسب ثقة عالية بالله عز وجل، إلا إذا قرأت كتاب الله. لأن التعاليم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن هو موسوعة علمية ضخمة جدا تجعلك أقوى الأقوياء في العالم. إذا تعرفت وعرفت من هو الله، يعني أنت إذا قلت لك إن فلان معك، طيب فلان هذا ما هي حدود قوته؟ إذا كان إنسانا ضعيفا تقول أبعده عني. صحيح. لا أريده. صحيح. أما إذا كان إنسان غني قوي ذو منصب ذو جاه، ذو منصب ذو جاه، فتطمئن. صحيح. بل يشعر بالفخار كمان. بالضبط. فأنت لماذا اختلف رد فعلك وهو عبد مثله، وهو عبد مثلك؟ إذن عندما عرفت قدر هذا الإنسان، فالإنسان الذي لا يعرف قدر الله كيف يثق بالله، وكيف يطمئن، وماذا يعني بالنسبة له أن الله معه؟ هناك من الناس من لا يعلم من هو الله أصلا. لذلك التدبر هو أول خطوة على الطريق أن تكون واثقا بالله سبحانه وتعالى، أن تفهم آيات القرآن. الشيء الثاني أن تتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف صبر. يعني أنا عندما أتأمل قصة الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أنا هذا الموقف يجب أن أتعلمه، سيمنحني قوة في المواقف الصعبة التي أخوضها. أنا عندما أذهب إلى نبي كريم مثل سيدنا يونس في ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل، اجتمعت عليه هذه الظلمات، لا تستطيع قوة في العالم أن تنقذه. الذي أنقذه هو معرفته بالله، لأنه عرف وعلم أن الله قادر أن ينقذه، لذلك مباشرة قال
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لقوة يقين واتصال بالله سبحانه وتعالى. بالضبط. نعم نعم. خذ الأنبياء جميعا، كل الأنبياء، تجد لكل نبي قصة. سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يعقوب أبو يوسف، مضى عشرات السنين على غياب ابنه، وهو لم ييأس بل كان يمنح التفاؤل. يعني تصور شخص مثل سيدنا يعقوب تعرض للأذى من أولاده، فقد أحب أبنائه إلى قلبه، ثم فقد ابنه الآخر واتهموه بالسرقة وهو يعلم أنه بريء، هذا أذى من نوع آخر، وكل أنواع الأذى وكل أنواع الحزن اجتمعت عليه. طيب ماذا كان موقفه؟ قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان هو يمنحهم التفاؤل، المفروض هو أن يحزن، المفروض هم من يقوي عزيمته، المفروض أنه يحتاج لمن يواسيه، كان هو يمنح التفاؤل للآخر ويواسي غيره. صحيح. نعم. لذلك أنت كمؤمن إذا عرفت من هو الله وعرفت قدرة الله في الكون وعرفت أن الله لن ينساك ولن يتركك ولن يتخلى عنك، وأنك داخل ضمن معية الله ورعاية الله، فإنك بأعيننا. في هذه اللحظة صدقني أنت ستتحول لكتلة من التفاؤل، تمنح التفاؤل للآخرين وتمنح الثقة بالله للآخرين. سبحان الله. فهذا هو، هذه هي الخطوات العملية، وهي سهلة جدا، أن تدرك من هو الله، أن تتعرف أن هذا البلاء له حكمة وهدف، أن الله يرفعك به. نبينا عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة جدا تؤكد، يعني أنا ألخص لك هذه الأحاديث بكلمات قليلة، تؤكد أن كل بلاء مهما كان قليلا، حتى الشوكة يعني، حتى أي شيء، لك أجر عظيم عند الله به. وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم. نعم. حتى الشوكة. نعم. وشاكة. نعم. 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 يؤجر بها. نعم. إنسان تكلم عليك بسوء، استيقن أن لك أجرا عند الله. صحيح. إنسان أساء إليك، ثق تماما لك أجر بذلك، ظلمت لك أجر، أوذيت لك أجر. الأنبياء كلهم أوذوا. نعم. وأوذوا في سبيلي. لذلك يعني هذه المعرفة بالله وبرسل الله سبحانه وتعالى تجعلني أصبر أكثر، وأحب هذا الصبر، وأصبر الصبر الجميل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ومفتاح الجنة هو الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله فيكم. يحضرني باشمهندس موقف لأحد الصالحين ابتلي ابتلاء شديد، ومع ذلك كان يقول كلما هممت ببوح حزني تذكرت استحييت من قول ربي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فربنا جعلنا من الصابرين وإياكم إن شاء الله. نأتي إلى الجوائز، نأتي إلى الخيرات. طيب. نأتي. نعم. إلى إيه؟ نعم. يعني ما أعد الله سبحانه وتعالى من ثواب وأجر للصابرين المحتسبين. نعم. ما الحكمة من إخفاء أجر الصابرين وجعلها الحق سبحانه وتعالى بغير حساب؟ نعم. والآيات عديدة كما تعلم حضرتك فيها. نعم. نعم. والله الإنسان دائما يعني يعيش بالأمل. نعم. يعني سأقول لك مثال سريع جدا عن حكم، هو ليس إخفاء بمعنى إخفاء، هو فقط تأخير للأجر. يعني أفمن وعدناه وعد أفمن وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة هو من المحضرين. طيب إنسان
وعدته بمبلغ من المال، وهذا المبلغ مجرد أن حصل عليه لم يعد هناك متعة بعد ذلك، سينتظر المبلغ الثاني والثالث وهكذا. وهذا يحدث عندما يشتاق الإنسان للطعام، بمجرد أن يأكل انتهت التهل. طيب، إنسان فقير معدم تراكمت عليه الديون، ووعدته بجائزة مقدارها مثلا مليون دولار، ولكن بعد سنة خلال هذه السنة سيكون أسعد الناس لأنه ينتظر المكافأة. فالله عز وجل من رحمته وكرمه بعباده أنه وعدنا وعدا حسنا، ولكن بنفس الوقت أعطانا دلائل تدلنا على أن هذا الوعد صحيح بالفعل، وتدلنا على أن وعد الله واقع لا محالة. وبالتالي المؤمن يكون في حالة يعني تلهف، تشوق، اشتياق لله عز وجل، اشتياق للجنة، اشتياق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، اشتياق للدخول في عباد الله الصالحين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا لو أعطانا الله سبحانه وتعالى جائزة الصبر في الدنيا، في الدنيا اللذات تنتهي بسرعة ومحدودة، محدودة ولا تستمر طويلا. وهذا الأمر في كل الجوائز التي يحصل عليها الإنسان، عندما تحصل على مكافأة من المال أنت يعني تشعر بسعادة مؤقتة ثم تختفي هذه السعادة. إذا تزوجت امرأة جميلة أيضا هناك سعادة مؤقتة ثم تختفي، تتحول الأمور إلى حياة عادية. إذا جاءك مثلا وظيفة تحلم بها وتحققت تشعر بالسعادة لفترة ثم تختفي. هذه طبيعة الدنيا، أن اللذة والسعادة محدودة جدا، ولكن السعادة واللذة في الآخرة مفتوحة خالدين فيها أبدا. لذلك الله عز وجل يبشرنا وبشر الصابرين وبشر الصابرين، فهذه البشرى تجعلك في حالة انتظار وترقب. أحد الأغنياء أو أحد الناجحين سئل ذات مرة من هو أسعد الناس، فقال ماذا تقولون، فأحدهم قال من يملك المال، قال غير صحيح لأن المال له فترة تستمتع به وتنتهي، يصل لحالة الإشباع الإنسان. من يملك النساء، من كذا، قال الذي أسعد الناس الذي يضع هدفا بعيدا أمامه ويسعى إلى تحقيقه. فترة تحقيق هذا الهدف هي السعادة الحقيقية. الله أكبر، الله. وبالفعل يعني، فلذلك المؤمن في حالة اطمئنان بذكر الله وفي حالة سعادة، لأنه يسعى لماذا؟ للجزاء الأوفى. نعم، للجزاء الأوفى. نعم. نعم. إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ليعلم المبتلى الصابر. نعم. أن عطاء الله بلا حدود. صحيح صحيح. نعم، سبحان الله، جزاكم الله خيرا.